انعقاد الجامعة الشعبية في دورتها 13 اللي تحت إشراف أكاديمية الحسن اليوسي. كان بودنا كما كتعرفوا أن الجامعة الشعبية دائما تتعرض لمواضيع علمية، مواضيع فكرية، مواضيع ذات طابع هوياتي. ولكن اليوم طبعا الغيبوبة السياسية اللي كتعيشها حكومة الموقرة فرضت علينا أننا نتناولوا واحد الموضوع طبعا اللي كيكتوي به الشارع، كيكتوي به المواطن. ففي ظل هذه الغيبوبة اللي الحكومة تصر أنها ما تخرش عليها، ارتئينا أننا نتناولوا هذا الموضوع ديال الغلاء ديال المعيشة اللي فعلا احنا كنشوفوا المغاربة وصلت فيهم العدم. كنا كنتمنوا الحكومة أنها تخرج تعطي حلول، تعطي بدائل، تواصل مع المواطنين. مع كامل الأسف هذا الشيء غاب. اليوم على مستوى الجامعة الشعبية كنقدموا البديل الحركي، كنقولوا هذه الحكومة مادام أنك تقول هناك معارضة اللي كتغوت من أجل الغوات، اليوم عندنا عشرات ديال البدائل وعشرات ديال الاقتراحات اللي كنعتبروها حلول آنية للتخفيف من على القدرة الشرائية ديال المواطن. اليوم مع كامل الأسف كنتحدثوا على حكومة الكفاءات وهي في الواقع راه حكومة الشهادات. كما قال لي واحد الصديق، شي كيشهد في شي وصافي، هذا الشيء اللي كاين. لان الكفاءه الحقيقيه ماشي هي الاكتفاء يعني بالدور ديال 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 الاطفائي، لان شنو كنشوفوا اليوم حتى كتشعل العافيه حتى كتوصل في المواطن العظم عاد كنشوفوهم كيخرجوا بواحد مبادرات ترقيعيه اللي يمكن حتى في الوقت اليوم الراهن ما يمكنش تحقق. لان اليوم كنتحدثوا على الاجراءات اللي تخذات. نعطيو نرجعوا مثلا للمساله ديال اللحم، مثلا اللحوم هضروا على يعني اللي غادي يخفضوا من اللي غادي يحذفوا الضريبه ديال الاستهلاك، غادي يحذفوا الضريبه ديال على 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 عفوا على الاستيراد وعلى ضريبه الدخل. هذه تدابير مزيانه ما كنقولوش لا، ولكن علاش ما طبقوش هاد التدابير نهار هضرنا عليها يعني فيما يتعلق في المحروقات؟ اذا بالنسبه للمحروقات ما صالحاش، كرش الطوموبيل ماشي هي كرش المواطن. بالنسبه للمحروقات ما صالحاش، واليوم صالحه علما ان هذه المداخل كلها كتمشي للخزانه ديال مداخل الدوله اللي فعلا بغاو يصابوا بها هذه البرامج اللي كيتحدثوا عليها ديال التعليم وديال الصحه الى اخره. معكم كامل الاسف الحكومه اليوم تقر بالعجز ديالها بالفشل ديالها في مواجهه الازمات. حنا شفنا ازمه مور ازمه، المغاربه خرجوا من واحد مجموعه ديال الازمات، ما عمرنا شفنا الحكومه فعلا انها وصلت كانت بجانب المواطن المقهور، المواطن اللي تاق فيها. اليوم الحكومه عندها كل مقومات النجاح، كترأس الحكومه، كترأس البرلمان، كترأس الجهات، كترأس المجالس الترابية من الشمال المغربي إلى الجنوب ديالو. إذا مقومة النجاح حاضرة، أشنو كيبقى؟ المغاربة عطاوكم كل شيء، اليوم المغاربة كيتسنى شنو غادي ياخذوا منكم. كنخلي لكم ربما الجواب باش تشوفوا شنو خداو المغاربة. شكرا. لا إلا فعلا هاد التصريح كان صحيح، حنا ما كاين مشكل، حنا مستعدين اللي كيقول هاد الكلام نمشيو عنده يتقدى لينا، الله يجازيه بخير. إلا كيلقى اللحم بشي ثمن ماشي هو اللي كيكتبوا به المغاربة، يلقى الخضر بشي ثمن ما كيعرفوش المغاربة، الله يجازيه بخير. حنا نديروا واحد القضية ونعطيو الحكومة دارينا تعطي الاثمنه سيدي اللي كتصح بها. لهذا انا كنعتبره ضرب من اللعبات، لان الكلام ديال المسؤول ما يمكنش راه كيوازي كيقابلوا الوجع ديال المواطن في الشارع. فالله يرضي عليكم على الاقل ما نضحكوش على المعاناه ديال المغربي، راه وصلت فيهم العظم، راه وصلت فيهم الحد. وإلا كان هذا الشعب يعني كيامن بالامن ديال البلاد قبل الخبز وعلى الاقل راعيوا هذه المساله وما ندخلوش في هذه الاستفزازات المجانيه. شكرا. عدي السبعي، الناطق الرسمي المكلف بالاعلام والتواصل في حزب الحركه الشعبيه. الحركه الشعبيه اليوم تعقد الجامعه الشعبيه في دورتها 13، يعني 13 سنة واجتماع سنوي، وكان خصوه دائما بتنسيق مع فعالية ديال الأكاديمية ديال الحسن اليوسي لمناقشة المواضيع الآنية والطارئة اللي كيعرفها المجتمع المغربي. موضوع هذه الدورة بالضبط اخترنا له التداول في كيفية مواجهة غلاء تكاليف المعيشة وأيضا حماية القدرة الشرائية، ولهذا استدعينا ثلم الخبراء الأكاديميين والمهنيين وايضا بطبيعه الحال الاطور والكفاءات وحتى المواطنين المعنيين بهذه الازمه الطارئه اللي هي ازمه بعمق اقتصادي بعمق اجتماعي. فضاء الحوار اللي فتحناه اليوم على مستوى الجامعه ليس الغرض منه التشخيص واعاده انتاج واقع نعيشه جميعا كمغاربه. دورنا كحزب في المعارضه وكحزب وشريك اساسي في المؤسسات، لاننا نؤمن بان النقاش العمومي يجب والحراك المجتمعي يجب ان ينقل الى ان يتحول الى حراك مؤسساتي. دورنا كشريك في المؤسسات هو فتح النقاش ليس للتشخيص ولكن لتقديم البديل. واذا لاحظتم فعنوان البارز للجامعه هو البديل الحركي لمواجهه هذه الازمه، وبالفعل سنقدم اليوم بعد نقاش
والاستماع إلى المداخلات والمناقشة العامة، سنقدم بديلنا الحركي في إطار 10 إجراءات آنية، ثم 10 إجراءات على المدى المتوسط، ثم 10 إجراءات استراتيجية لمعالجة هذه الوضعية والخروج من نفق هذه الأزمة التي بطبيعة الحال تعرفها، مختلف الأسعار، مختلف السلع، مختلف الخدمات. ونحن من موقعنا في الحركة كحركة شعبية، سواء داخل البرلمان أو من خلال الهياكل والأجهزة التقريرية والتنفيذية للحزب، قدمنا مجموعة من البدائل، تقدمنا بسلسلة كبيرة من مقترحات القوانين، طالبنا بمراجعة القانون المالي المالية وتعديله في أسرع وقت، طالبنا باستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية، طالبنا بنقل الحوار الاجتماعي إلى حوار مجتمعي يقدم الحلول والبدائل، وطالبنا أيضا بالحكومة ونطالبها اليوم بأن تنفذ وتفي بوعودها الانتخابية، خاصة ذات الشق الاجتماعي، لأننا ما أحوجنا اليوم إلى تنزيل مدخول الكرامة، ما أحوجنا اليوم إلى دعم مباشر للأسر، كما عشنا جميعا تجربة جائحة كورونا التي خرج منها المغاربة متحدين صامدين، وقمنا بإعمال آلية التضامن الوطني، لأننا فعلا نؤمن أن الأزمة لها أبعاد دولية ولكن لها أيضا طابع وطني، والحكومات عموما بما في هذه الحكومة تنتخب وتشكل من صناديق الاقتراع بإرادة المواطنين لإيجاد الحلول وليس لتبريرها وتقديم دفعات غير مقنعة لا للفاعل السياسي ولا حتى للمواطنين. لا يمكن اليوم إذا تفهمنا ما وقع في مجال المحروقات لا يمكننا أن نتفهم ما يقع في الخضار. هل الطماطم لها علاقة بحرب البلقان؟ هل يعني أوكرانيا وسميتو وروسيا، يعني هل هناك علاقة بالتغيرات المناخية؟ يمكن نتفهم، ولكن هناك تدابير لحماية القدرة الشرائية سنقدمها بالتفصيل إلى تبعتم معنا إن شاء الله أنشطة الجامعة، لأننا كما قلت نحن نؤمن بمعارضة البديل، بمعارضة الاقتراح. المعارضة حاضر معكم سي أزامي البيجيدي، ولكن علاش سي الأزامي وجهنا له الدعوة ليس بصفته الحزبية، ولكن بحكم كونه خبير في مجال المالية والاقتصاد وأيضا كفاعل سياسي، لم نوجه دعوة بشكل حزبي، ولكن يعني دعوناه لأنه لا ماشي قد تنسيق، هذه جامعة شعبية خاصة بالحزب. أما التنسيق مع المعارضة رشتم دوا الصحفية مؤخرا التي نضمناها بثلاثة الأحزاب في البرلمان، ما عندناش مشكل. نحن نقول بأننا منفتحين عن المعارضة وبما فيها حتى الأغلبية في كل المبادرات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.